اهتمي بالتفاصيل ولا بتتركي الامور تمشي براحتها؟ لا بدي بالتفاصيل حسب الموضوع. في شيء لا ابدأ فيه؟ اي لا بهتم بالتفاصيل. إيه لا بهتم بالتفاصيل اكثر. هيك احسن. يعني اذا دقق الواحد بالتفاصيل شو بيصير؟ بتتعصلش شوي. بتتعصلش شوي الامور. والله كل شيء على راحته بهالايام حبيبتي. ما بدأ ابدا غير كل شيء بيريحني. ما في شيء بيريح لان شو اللي بيريح؟ بدي دقق لانزعج؟ ما بدي انزعج. شو بيجي من الله يا محلا؟ مهتم ايه؟ على كل الاوقات ولا حسب الموقف؟ هلا تقريبا على كل الاوقات. لا بظن حسب الموقف اكثر. يعني اذا كان الموقف بيستاهل فبظن ايه بعطي حقه بالتفاصيل، اذا كان الموقف ما بيستاهل فلا بترك الموضوع. حسب اهميه الشخص. يعني اهم شيء الواحد انه يشعر بالثاني، هذا خط احمر ما هيك؟ ما يجرحه، ما يضايقه، ما يتجاوز الحدود معه بكرامته بسمعته. بس مو مع كل الناس. اكيد. معناها بتتركي الامور تمشي براحتها مع ناس وناس. شفتي مو كل الامور مثل بعضها. في عالم لا هن بذاتهم خط احمر، هدول تتجاوزي معهم كل شيء، وفي عالم لا كل شيء خط احمر معهم. دقق وما بدقق حسب يعني. شخص لما الموقف؟ شخص لما الموقف؟ انا ما يعني ما حصل ما جربت قبل مره. نحن لسه صغار يعني ما تفكرينا هيك. لا اكيد نهتم بالتفاصيل.